السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لمن دا وديشنا شرفت له اكو حرن جنال كينا محي دمركو كن نقدين كو اغبادن اهل النار كا ما دبا ان ارنكاس او رسول كو قري عليه الصلاة والسلام بل سكور انت انا باللابن فضلا دا وديها اللو بن موقال كيناد لايك سارتو هدي ادينا غو عصبت هينا فضلا ها اللو بن جنال كيناد سبسكرايب سارتو سي ادينا نير جلسو وحا نبيغينا محمد عليه الصلاة والسلام كسوغناتي ان دمركو ايهين كوا اغبادن اهل النار كا فعن عمران ابن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء واطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء وحو عمران بن حسين رضي الله عنه نبيك عليه الصلاة والسلام كوريي إن أويري وحان إيجي النار تا مركاس بان وحان أركي إن دمركو أيهين دتك أغبادا سيدوك لجنة أيان إيجي مركاس بان وحان أركي إن فقردو أيهين دتك أغبادا سببت أرن كاس كينتينا وحا لويديي نبيك عليه الصلاة والسلام نبيك نواء عديي جوابت عليه الصلاة والسلام عن عبد الله بن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أريت النار فلم أر منظرا كاليوم قط أفضع ورأيت أكثر أهلها النساء قالوا بما يا رسول الله قال بكفرهن قيل يكفرن بالله قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط رواه البخاري وحا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لقوريي إن أويري وحو يري رسولك اللي صلى الله عليه وسلم أريت النار وحا لإتسيي النار تا فلم أر منظرا كاليوم قط أفضع ولقي مآنا أرق موقال كأرق قحبدا مت كمان تا ورأيت أكثر أهلها النساء وحا نأركي إن دمركو أيهين دتك أو قبدا قالوا بما يا رسول الله مركاس بي صحابة رضوان الله عليهم وحي نبي قوي ديين أرن كاس محاسب بي رسولك إله يو قال بكفرهن وحو رسولك صلى الله عليه وسلم يري وحا السبب كفرين تودا أما قال نمدو دا قيل يكفرن بالله وحا لقو يري ما ألا أي كفرين أيان أما كقالو بيان قال يكفرن العشير وحو يري صلى الله عليه وسلم وحي كفرن أيان نمن كودا ويكفرن الإحسان وحين كفريان أسحانك لو سميو لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله هدي آد مدود سنة لن أسحان أسميسو ثم رأت منك شيئا وإنت أسكدبنا أي وحون كأركتو قالت ما رأيت منك خيرا قط وحي أرانيسا ولقيب وح خير أهكام آنا أرق سيدوك لوحو أسامة ابن زيد رضي الله عنه حديث كيسا لحديث كيري وحو رسول كيري عليه الصلاة والسلام قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين وأصحاب الجد محبوسون غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء قمت على باب الجنة وحان استاغي جنة الباب كذا فكان عامة من دخلها المساكين مركاس بان وحان أركي دتك أغبادن إي قلي إن أي مساكين تيهين وأصحاب الجد محبوسون حل قاسو دتك الدنيا دقالها كهيستي أي حبسنايين أو آن اللو أغلان إن أي قلان جندا غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار مركي لقربو إن كوي أهل النار كأهال أمري إن نار تلو كحيو وقمت على باب النار سيدوك لوحان استاغي نار تالباب كيدا
فإذا عامة من دخلها النساء مركاس بان وحان أركي إن ددك أغبضاً إيجالي أيهين دمركا وحو رسولك عليه الصلاة والسلام دمرك أسو جيدي إن أي بديان بحث شد صدقوينك إيو استغفارتا تاسو أي سبب التهي دنوب تفرها بدن أي جليان غار أهان ندم بيدا عربك لغو كسبادو كواسو كسببي إن أي نقدان ددك أغب بدن نارتا سيدو كلاوحو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نبيك صلى الله عليه وسلم كوريي إن أويري يا معشر النساء تصدقن وأكثرن من الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار فقالت امرأة منهن جزلة وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار قال تكثرن اللعنة وتكفرن العشير يا معشر النساء تصدقن دمروا وحصدقيست أو صدق بحسدا وأكثرن من الاستغفار استغفار تأم توبة كين كان بديا فإني رأيت كن أكثر أهل النار أنيقو وحان إذن أركي إن آتهين كو أجبدا أهل النار كا فقالت امرأة منهن جزلة هوين دمركي كمد أهيد أو آد وعقل بدنيد أيا وحي تيري وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار رسولك إله يوم حائن أو عن أو إن قد كو أو قبضا أهل النار كا قال تكثرن اللعنة وتكثرن العشير وحو رسولك عليه الصلاة والسلام كيري وحد بدسان لعنة ذا سيدوك لوحد كفردان أما كأبال دروتان رجينا أما نمنكينا كوا أغوا وين نعمدك كفرين تيدا وحا كمد آه إن هاوين ايدو أي لحباري دو قريغ زوج كيدا أو أي وحكا عنتو حوصو شقيي أو أي كلب بستو مال كيسا أو إن تاسنا أي دير جيهين وحيابو كالي أو أوسيو أو كدبنا أي إنكرتو أو أي أي ديسو أو أي أراكتو إن أوسن وحفد لأه كل هين وحا إن تاس دير وحالaga yaabaa in ay ugu jees jeesto meelaha fadhiyada ay dumarku isugu yimaadaan oo ay ku sifeyso waxyaabo isagu uusan ahayn ama ay u saarto waxyaabo isagu uusan lahayn dhammaan waxyaabahaas waxay ka mid yihiin sababaha naarta lagu galo markii loo eego axaadiistii la soo sheegay sidoo kale waxa xadiiskii asma bintu zayd al-ansari ku soo aroortay أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوما وعصبة من النساء قعود وحو رسولك ألا صلى الله عليه وسلم ما لما المها كمد أهسو مري مساجدك إيادو كوح دمر أه أي هلكاس فليين فألوى بيده إليهن بالسلام مركاس بو رسولك عليه الصلاة والسلام سلان أغوغ عن هاتيي قال إياكن وكفران المنعمين إياكن وكفران المنعمين وحو رسولك عليه الصلاة والسلام كيري وحان إذن كقدقيا ككفرين تكو إذن نمعيا وحان إذن كقدقيا ككفرين تكو إذن نمعيا قالت إحداهن يا رسول الله أعوذ بالله يا نبي الله من كفران الله مركاس بي مدها وينكي كمد أهيد وحي تيري رسولكي إله يو ألي أيان أغمغن قلني إن آن ألكو كفرنو قال بلى إن إحدى كن تطول أيمتها ويطول تعنيسها وحوير صلى الله عليه وسلم مدين أيا وحا كل ديران يسوغري جوغن مدى إيو دوبن مدى ثم يزوجها الله البعل ويفيدها الولد وقرة العين كدبنا ألي أيا زوج أغورين أيا أو أولاد إيو وحيكو القبوسة تسين أيا ثم تغضب الغضب فتقسم بالله ما رأت منه ساعة خير قط كدبنا هالمرؤون بيعرانيسا مركاس بيوحي كدارانيسا إن أيسن ولي جيدا وح خير أهكأركن ساعد بها أهاتي فذلك من كفران نعم الله عز وجل وذلك من كفران المنعمين تاسي وحي كم التهي ككفرين تنعموين كألا سبحانه وتعالى إيو ككفرين تكوئذين نعمي أيو يري صلى الله عليه وسلم
هدبا محييهين سيفوينكا أي ليهين دمرك أهل النارك آه سيفوينكو دا وحاكمد آه عرب أذيقا أما عرب ديريدا إيو لباتين تددكا كالي أو أي كمد يهين زوج كيدا إيو أهل كيسا إيو قرابة دا إيو أصحاب تا إيو درس كابا وحاد مود إن عدنا أيسان كبد بادينين إريادا دا دبكا آه أما كليل كبدن قف والبا واا او كدكتونانيا او واا او اسكا الالينيا سي او اغبد بادو شرتيدا عن ابي هريرة رضي الله عنه قال وحا ابي هريرة رضي الله عنه لقوريي ان او يري قال رجل يا رسول الله ان فلانة يذكر من كثرة صلاتها وصدقتها وصيامها ننبا وحو يري رسولك الهيو هبلايو وقف صلات بدن او صدق بدن او صوم بدن غير انها تؤذي جيرانها بلسانها مركي لقريبو ان اي درس كيدا كدبتو عرب كيدا قال هي في النار وحو رسولك يري صلى الله عليه وسلم نار بي كجرتا سيدوك لفعل لذو حنحن وحاكمد إن أي دتك أكلا ورقادو سي أي أفس هادي سوء أي حمان أغو أبورتو لحدو دا إيادو وليبا أرنكاز كفر أحسن وحو يري رسولك ألي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة فتات جنو مقالو قف نميم أه أما دتك أكلا ورقادا سي أو إسوغود ديرو سيدو كلافي علادو دو حنحن وحاكمد أه بين تك عاديس شدو دا إيو فافين تا حمان تا إيو كد داليست إن أي دبقلان دادك عورادو دا إيو إن أي فرقشتان سيرهو دا رسولك وحو يري صلى الله عليه وسلم وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب وحان إذن كغدق يا بنتا بنتو وحيدتك كهانونسا فاجرني مدى فاجرني مدنا وحي كهانونسا نارتا قفكنا كمزولو إن او بين شاقو أو عادة كدكتو إلا وحا ألا سبحانه وتعالى أكتيس لوغو قرا كذاب أما بين لو على مدها لوغو قرتو هوين إيدا أهل النار كأه آد بي أفر بدايهين فعل لدي دا حنحن وأي نوعيو بدايهين لما انتو دون وحيكو أقوريغان ظلميغا إيو أنانيادا إيو دماع إيو حقدغا إيو حاسدن مادا إيو راعدة هودا والعياذ بالله هذا والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود ياشينا شرفت له فضلا ها إلو بنا موقال كينا اد لايك سارتان او اد لسي وداكتان أصحابتينا ها دي آدينا قو عسبت هاينا فضلا ها إلو بن جنل كينا اد سبسكرايب سارتو سي آدينو دي رجلسو قنبليل كنفرو سي ايكوسو قاران موقال لدينا حيقا